رقمي تي في. كنا ننتظر من شركة شاومي الإعلان عن عائلة مي 12 الأسبوع الماضي، ولكن الشركة لم تعلن شيئا بعد، ويبدو أن الإعلان سيتم قبل نهاية العام. فالشركة تريد استثمار ترند المعالج الجديد من شركة كوالكوم، الكلام عن سناب دراجون 8 الجيل الأول. ونستعرض لكم كل شيء عن السلسلة القادمة. من المتوقع أن تأتي عائلة الهاتف من ثلاثة هواتف ذكية، وهي شاومي 12 و12 برو و12 ألترا. وهذا فيديو لتصميم الهاتف مي 12، ويظهر بالخلف عدسة كبيرة ثم عدستان بحجم أصغر، ومن الأمام الشاشة منحنية ومقاسها 6.2 إنش للنسخة العادية وبدقة Full HD Plus، وتحتوي على مستشعر بصمة مخفي أسفل الشاشة وكاميرا سيلفي ذات فتحة واحدة في المنتصف. لكن نسخة ألترا مختلفة كليا من حيث التصميم الخارجي، فالظهر جاء بعدسة دائرية ضخمة لكنها عصرية. رئيس الشركة أكد أن الهاتف قادم مع معالج سناب دراجون 8 الجيل الأول، وتقول الأخبار إن ثلاثة سوف يأتون بنفس المعالج، بينما هناك اختلاف في مقاس الشاشات والرام والبطارية وبعض التفاصيل الأخرى. سرعة الشحن سوف تأتي بقدرة 100 واط حسب التسريبات، والساعة تبلغ 5000 ميلي أمبير، بينما قدرة الرام تبدأ من 8 جيجا بايت. سيحتوي شاومي 12 على مستشعر سامسونج جي ان 5 بدقة 50 ميجا بيكسل، والذي قد يكون مصحوبا بكاميرا بدقة 48 ميجا بيكسل ضمن كاميرا ثلاثية العدسة. وفي وقت سابق من هذا العام كشف مسرب جدير بالثقة أن لايكا أبرمت صفقة مع شاومي، وسيتم وضع علامة تجارية على كاميرات ألترا 12 مع شعار شركة الكاميرا، وسوف تبدأ أسعار الهاتف من $900 للنسخة العادية حسب التسريبات غير المؤكدة.